ممثل راعي الحفل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، معالي وزير الدولة لشؤون الإسكان سيد ياسر أبل، ضيوف الكويت الأعزاء، حضورنا الكريم، أرحب بكم جميعاً في افتتاح الملتقى الهندسي الخليجي 19، مؤتمر ومعرض الحلول الذكية لمدن المستقبل، الذي تنظمه جمعية المهندسين الكويتية بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي. هذا المؤتمر الذي نحاول من خلاله تبادل الأفكار والخبرات المحلية والخليجية والاطلاع على التجارب العالمية واستقطاب العديد من الأبحاث العلمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة منها في المدن الجديدة في دولة الكويت. فنتحدث ونتناقش ونتحاور ونقترح في هذا الملتقى لتكون الخطوة الأولى لتحويل المدن الذكية من مجرد فكرة إلى واقع ملموس في دولة الكويت. البداية مع تكريم الرعاة، الراعي الرئيسي المؤسسة العامة للرعاية السكنية شركة إمكو، تكريم الوفود الرسمية جمعية المهندسين القطرية، جمعية المهندسين العمانية، جمعية المهندسين البحرينية، جمعية المهندسين الإماراتية، هيئة المهندسين السعودية، تكريم رواد العمل الهندسي والمخترعين، المملكة العربية السعودية المهندس عبد الله بكشان، من دولة الكويت المهندس علي الفوزان، المهندس بدر السلمان، سمارت جروب جي فور، شركة ASTM، يتم الآن الإعلان عن نتائج مسابقة جائزة الاتحاد الهندسي الخليجي 2016. أولاً عن فئة المؤسسات، الفائز بالمركز الأول مشروع النظام الآلي للحافلات هيئة الطرق والمواصلات لإمارة دبي. المركز الثاني مشروع مجمع الشقاية للطاقات المتجددة معهد الأبحاث العلمية الكويت. شكراً للجميع على التواجد.
حللتم أهلا ونزلتم سهلا. شكرا للجميع. طلال القحطاني، المهندس طلال القحطاني، المهندس طلال القحطاني لو سمحت.